هعمل النهارده سي فود بالبشاميل، افصل مكونات البشاميل لوحدها، دقيق، لبن، زبده، دول مكونات البشاميل. مكونات بقى السي فود بالبشاميل: بودره ثوم، جبنه بارميجان، طماطم، بودره بصل، جمبري، سمك، كاليماري، ثوم. ولو عايزين بقى نزود روزماري، عايزين نزود اي حاجه يعني، زعتر، شبت، بقدونس، اي حاجه ممكن نزود الكلام ده كله براحتنا. انا هعملها دلوقتي الاساس بتاعها، وبعد كده لو عايزين نزود حاجه نبقى نزودها. في عندي هنا شبت وبقدونس، ممكن ناخد منهم شويه. هنستعمل الفرن وهنستعمل البوتاجاز. يبقى مبدئيا هنستعمل الفرن، لازم نبقى مشغلين الفرن من الاول عشان يسخن، اول لما الاكل يدخل على الفرن يبتدي يسخن على طول. هشوح كل الحاجه الاول مع بعض في طاسه على النار. محتاج اجيب لوح تقطيع تاني علشان دايما نستعمل يعني لو نقدر نخلي للسمك لوح تقطيع وللحمه وللفراخ كل حاجه ليها لوح تقطيع لوحدها علشان ما يبقاش فيه اختلاط، والخضار طبعا لوحده. فاضل عندي كده البشاميل جاهز، خليه هنا، وجبنه بارميجان. لو مفيش بارميجان استعملوا جبنه رومي، لو مفيش رومي شيدر، يعني لو مفيش خالص مش مهم، يعني مش لازم نبقى ايه، ما اصل مفيش بارميجان فمش هتطلع حلوه، لا هتطلع حلوه بس هيبقى الطعم مختلف. كده بقى لو بصينا هنلاقي ان السمك بدا لونه يبقى ابيض واحده واحده عليه، يعني ابيض، مش الابيض الشفاف بقى، كل لونه ابيض. فكده نقدر ننقله من الطاسه لصينيه او بايركس او طاجن، كله ينفع، وندخلها الفرن. ولما يكون فيها شويه من الجوسز او العصارات اللي نزلت من السمك او الجمبري او الكالماري، دخلها الفرن. الاكل ده ثلاث ارباعه مستوي، يعني الجمبري الجمبري مستو والسمك والكاليماري تقريبا استوى. فاحنا بنتكلم في الشوايه من فوق 10 دقائق ربع ساعه تاخد الوش ونطلعها. دخلها الفرن، فوقنا شويه من تحت كده، دخلناها الفرن